يعني جو بايدن قبل ما يطلع راح مطلع تصريح قال ان انا صهيوني وده اسعد اسرائيل تماما. ليه؟ ترامب لما راح المره اللي فاتت كان معاه جوز بنته وصهره وهو يهودي، فالمره دي زود العيار شويه وراحوا عند حائط المبكى وتصوروا ودي فاكره الكلام ده كله. اي طيب نيجي بقى المحطه الاولى. نزل طبعا طبعا جو بايدن على اسرائيل واستقبل استقبال كبير جدا. ونخش بسرعة وقع اعلان شراكة استراتيجية مع اسرائيل. اول حاجة جو بايدن حقيقي يريحنا، ليه؟ لانه قال انا بأدعم فكرة حل القضية الفلسطينية من خلال دولتين. ده كلام مهم انه يطلع منه جدا منه ليه بقى؟ ليه؟ لان ما تنسيش ان ترامب قضى على القضية الفلسطينية. صحيح. وقال البتاع مشكلة القرن وقضية القرن ودولة واحدة، وطبعا كان ضد العالم العربي تماما. نعم. فلما جه طبعا جو بايدن، وهو ده دايما فكر الديمقراطيين في امريكا. صحيح. جو بايدن قال لا احنا انا مقتنع بحل الدولتين، دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ودولة اسرائيلية. وده لا شك كان حاجة مش ورغم ذلك انما ايه بقى، لم نسمع اي تعليق من الجانب الاسرائيلي على هذا التصريح. ده لفت نظري يا دكتور سمير، وكنت عايزة اسأل حضرتك ما معنى عدم الرد لا بالسلب ولا بالإيجاب من الجانب الإسرائيلي تجاه ما قاله بايدن؟ طيب هنحكي قصة تانية. حاضر نحكيها برضو. طيب. بصي أول ما إسرائيل أنشأ سنة 48 وهرزق أياميها وبتاع دوت، كان فكرتهم أنهم يعملوا دولة واحدة. أيوة. وقالوا أن احنا نحتوي الفلسطينيين معانا ومع اليهود ونكون دولة واحدة. نعم. الكلام ده فضل مظبوط إلى دخلنا في سنة في الستينات، وجاء احد المؤرخين الاسرائيليين وقال لا دولة واحدة ازاي، ده العرب والفلسطينيين بيتكاثروا بسرعة، وبالتالي بعد 50-60 سنة هنلاقي العرب أقلية. ضعف هم الماجورتي واحنا اقلية، فهياخدوا بقى الكنيسة وهم كل حاجة. لا 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 لا، وبدأوا يتخذوا الى دولة ايه انها دولتين. ايوه. لما جه الفترة اللي فاتت بقى وجاء ترامب وكان قال لا احنا نعمل دولة واحدة ونعمل قانون ان نقول حتى لو هم زاد عددهم يبقى هم التلت للفلسطينيين في الكنيسة والتلتين للكلام. نعم. فعشان كده لما النهاردة اوباما قال الدولتين فهم تحفظوا وما حدش قال حاجة. فنعدي دي يعني. بعد كده اعلن طبعا جو بايدن قال انه بيتعهد لاسرائيل أن إيران لن تمتلك القنبلة النووية. صحيح. وهنا نوضح للناس إسرائيل النهاردة كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات عدوها مين؟ العرب وأولهم مصر. أيوه. النهاردة إسرائيل غيرت اتجاهها خالص وبقى العدو بتاعها مين؟ إيران. نعم. ولأن إيران لو لكبت لو خدت النووي هتبقى حاجة بالنسبة لإسرائيل أولا ولنا كلنا طبعا. فبالتالي كان أول تعهد قاله جو بايدن ان هو تعهد لاسرائيل ان ايران لم تمتلك النووي. نعم. وتعهد برضو في هذا الاعلان القدس للشراكة الاستراتيجية اسرائيل هنعزز قوتها النووية، وقال ان احنا هندعم اسرائيل في التصدي للعناصر او ازرع ايران في المنطقة اللي هي حماس وطبعا في لبنان والكلام ده كله. نعم. فاحنا هنساعد الحاجة بقى. تصريح اهم تصريح قاله جو بايدن المرة دي وهو كان مستضاف في القناة الاسرائيلية 12. نعم. المذيعة سألته قالت له طب هتمنع اسرائيل ايران من النووي ازاي؟ ايوة. قال لها بالمفاوضات السلمية. قالت له طب افرض المفاوضات السلمية لم تنجح. ما نجحت. فكان لأول مرة امريكا تصرح انه مستعد لاستخدام القوة. وده كان تصريح كبير خدته كل وكالات الانباء في العالم طبعا. لاول مرة. صحيح. كذلك بقى اعلن بقى برضو في الحديث الصحفي او التلفزيوني قال له قال ان انا لن ارفع الحرس الثوري من اللي هو الايراني من قوائم الارهاب. الارهاب. ودي هتعمل مشكلة كبيرة في المفاوضات القادمة، لان ايران كانت بتقول لشعبها ايه؟ احنا مش هنمضي على الاتفاق النووي الا في حاجتين، يرفعوا الحرس الثوري من قوائم الارهاب. نعم. والحاجه الثانيه انهم يرفعوا كل العقوبات الاول وبعدين نمضي.
فالنهارده هيبقى موقف ايران صعب جدا. واضح ان في تغير بقى في الاجراءات او التواصل مع الجانب الايراني حول اسس جديده او كلام جديد بيحصل. بالظبط. بعدها طبعا طلع جو بايدن لرام الله وقابل الرئيس عباس، وكان الامور طبعا نقول انها كويسه لان هو جاي من اسرائيل وبيقول لهم انا عايز الدولتين. نعم. وده طبعا كان مطلب العرب كلهم، فكان